ان شاء الله نازلين في كليبين ان شاء الله، فيلم جاي في العيد نازل. ايه فيلم عرض موتى ولا عرض موتى محمد رمضان؟ هنمثل فيه ولا غنى؟ يعني كده وكده. قولي انتوا بتعملوا فعلا البوم جديد؟ لا احنا بنعمل اغنيه شركه اللي هي بتاعت لما عامل حاجة عادي دي كامله، وبتتصور دلوقتي ان شاء الله. عاملين حفله جامده جدا من كام يوم، ايه الحكايه؟ اخباركم ايه مع المعجبين؟ الحمد لله، يعني الحفله 3000 كانش كده فوق البيوت والحمد لله عدت. يعني اختار الاغاني بتجي لك انت اكتر بتيجي اكتر؟ عادي احنا الاثنين عادي واحد. يعني ممكن مثلا احنا قاعدين كده في حاله بنشوفها بنروح بتبقى في دماغنا بنبدا نكتبها ونبدا ننفذها بالظبط. مين صاحب اكتر افكار لغايه؟ لا انا وهو مع بعض. مع بعض اي تراك بتعمل احنا الاثنين فكرنا يبقى فيه. الحفله الجايه في العروبه ان شاء الله في اكاديميه الشرطه الاول اكاديميه البحريه، وفي في المنصوره، وفي في الزقازيق، وفي في دريم بارك، في ايه تاني مش فاكر يعني. في ان شاء الله لبس واحد كل مره ولا بتيجي صدفه؟ يعني ما بتتفقوش؟ اخر مره كنتوا لابسين احمر انتوا الاثنين مع بعض. جت صدفه كده لوحدها، انت لابس احمر ولا لابس احمر، بس جت بقى كده حلو. عاملين في ايه؟ تراكين ان شاء الله حلوين يعني جامدين. حاجه جامده زي احنا كل حاجه.